الحكاية بدأت لما ربنا من عليا بزواج وأكرمني بالبنات. بنتي بتكبر قدامي وبدأت تعاملني، بدأت أشوف فيها حاجات خلتني دايما بفكر في خاطر فريد من نوعه. عارفين أنا نفسي في إيه يا شباب؟ نفسي أقدر أعامل ربنا زي ما أنا بشوف بنتي بتعاملني. تعال أقول لكم ليه. بنتي لما كانت صغيرة وكنت بلعب معاها، كنت أشيلها أرميها فوق، كانت بتضحك وعمرها ما شكت في لحظة إن أنا هسيبها تقع، وعارفة ومتأكدة إن أنا هلحقها في آخر لحظة. بابا مش ممكن يسيبني أقع أبدا، حتى لما كنت أعمل حاجة على خلاف هواها، لو اديتها دواء مر أو اديتها لدكتور يديها حتى إبرة مؤلمة، وإن كانت مش فاهمة أنا بعمل كده ليه، لكن متأكدة إن أكيد بابا مش هيضيعني أبدا، أكيد بابا بيعمل حاجة لمصلحتي. لما كنت أمرها بأمر أو أنهاها عن شيء حتى لو خالف هواها، بتبقى عارفة إن أنا أكيد بدلها على الصح، مش ممكن بابا يقول لي حاجة غلط. ليه مش بعرف أعمل ربنا كده؟ ليه مش بقدر في وسط البلاء أكون متأكد إن ربنا مش هيكسرني، وإن ربنا سبحانه وتعالى سيتداركني برحمة منه وفضل، فهو أرحم بي من أبي وأمي أكيد. ليه لما ربنا بيأمرني بأمر أو ينهاني عن شيء أحيانا بيجي في نفسي إن أنا مش عايز أعمل حاجة ديت، أو ليه كده؟ ليه مش عنديش البساطة وأقول لنفسي بكل بساطة أكيد ربنا بيأمرني بالخير، وطالما نهاني عن دوت حتى لو أنا مش مستوعب، حتى لو خلاف هوايا، أكيد أمر ربنا أولى بالتنفيذ، هو أرحم بي من أبي وأمي. نفسي يكون عندي البساطة اللي كانت عند السيدة هاجر لما سيدنا إبراهيم تركها في الصحراء. قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلا يرد عليها. فهمت المرأة وقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ليه مش بقدر أقول لنفسي في عز البلاء بكل ثقة ويقين لا تحزن إن الله معنا؟ أيوة، ما هو ربنا أرحم بي من أبي وأمي. تعال أقول لكم حاجة تانية. عارفين لما بدخل البيت بنتي أول حاجة بتبص عليها إيه؟ بتبص على إيدي. عارفين ليه؟ لأن هي بتبقى عارفة ومتأكدة إن مش ممكن بابا يدخل البيت وما يجيبليش حاجة. والعجيب إن أنا أحيانا فعلا ما بكونش جايب حاجة، لكن لما تكرر المشهد دوت ورأيت في عينيها حسن الظن بي إن أنا المفروض أجيب لها حاجة وأنا داخل، أنا بدأت أستحي من نفسي، وبقيت فعلا عمري ما ادخل البيت الا وفي ايديا حاجه حلوه ليها. سبحان الله. ليه مش بعرف اعامل ربنا بحسن الظن كده وهو اولى مني بهذه الصفه؟ هو الاكرم سبحانه وتعالى. ليه ما عنديش حسن ظن في الله ان هو هيهديني ويرضيني ويكرمني ويقدر لي الخير ويبارك لي ويحسن خاتمتي ويعطيني ما اتمنى ويجعل فيه الخير؟ ربنا اولى بالصفه دي مني. لما احسن بيه الظن ده هينفعني، هو اللي قال كده. الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي. ليه ما عنديش قوة الثقة كده وأنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي يتصف بالحياء جل في علاه؟ إن الله يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. تعال أقول لكم حاجة كمان. بنتي لما بتغلط بعاقبها، بغضب منها، وأحيانا بحرمها من حاجة كويسة بتحبها، ولازم أعمل كده عشان تفهم إن هي غلطت. والجميل إن هي فعلا بتفهم، أول ما بتشوف العقوبة أو الحرمان بتعرف إن هي غلطت على طول، بيكون رد فعلها الطبيعي ان هي بتيجي تعتذر مهما كانت الغلطة، مهما كان حجم المشكلة اللي عملتها، بتيجي دايما وتعتذر. ولما بتيجي تعتذر بتكون متأكدة ان انا هسامحها، لان بابا اكيد هيسامحني طالما اعتذرت. وفعلا كل مرة بسامحها وبرفع العقوبة وبرجع لها اللي حرمتها منه يمكن اضعاف مضاعفة، فرحان ان هي جت اعتذرت لي. طب انا ليه لما ربنا بيعاقبني او بيبتليني او بيحرمني ما بفهمش الرسالة بالسرعة ديت؟ ولو فهمتها ليه مش برجع له بالسرعة ديت؟ وليه أحيانا بستعظم ذنبي وأقول يا أرجع إزاي لربنا بعد اللي عملته ده كله؟ نفسي أكون سهل كده، أفهم الرسالة وأرجع بسرعة وأتوب بسرعة، أستغفر بسرعة، وأبقى متأكد إن ربنا سبحانه وتعالى سيغفر لي طالما تبت وصدقت معه سبحانه وتعالى. عارفين ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. أحد السلف كان بيقول لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني ربي أو أن تحاسبني أمي لاخترت أن يحاسبني ربي، لأن ربي أرحم بي من أمي. ولله المثل الأعلى في كل صفة، فهو كرمه ليس ككرم أحد، حلمه ليس كحلم أحد،
مغفرته ليست كمغفرة أحد. فإذا كان الفرق البسيط بين اتنين مخلوقين بنت وأب خلى ده تعامل البنت مع الأب، فكيف بالفرق بين العبد وبين الرب؟ هو أولى سبحانه وتعالى أن نعامله بهذه الثقة، وأن نعامله بحسن الظن، وأن نعامله بقوة الرجاء فيه سبحانه وتعالى. عشان كده قلت لكم نفسي عامل ربنا زي ما بنتي بتعاملني. أنا عارف أن كل واحد فيكم عنده فوائد تانية ممكن يضيفها للمقطع ده. ربنا يبارك فيكم، وجزى الله خيرا كل من شارك ونشر المقطع ده لعله يصل إلى قلب فيخشع وتبدأ به علاقة جديدة مع الله سبحانه وتعالى.